في حياتنا. شكرا على نعمة الأولاد اللي مهما كبروا ووصلوا ونجحوا بيفضلوا لبنة اللي بتمشي على الأرض. يمكن وانت قاعد في بيتك حريص وبتاخد إجراءات الوقاية، انت مش بتفكر في نفسك على قد ما بتفكر ازاي تحمي أولادك، ازاي انت درع الأمان ليهم. انت مش خايف على نفسك انك تتعدي، انت خايف انك تكون سبب لا قدر الله لأي أذى لأسرتك وأولادك. دي فطرة إنسانية. تخيل ابنك اللي عمال تفكر له وتهيأ له الحياة الكريمة وبتجري في الدنيا عشان ما تخليهوش محتاج حاجة، وعمال تحلم تشوفه من أحسن من الناس ولا عريس في الكوشة، وبتبني في أمال وطموحات انت بتعتبره امتداد ليك وعزوتك في الدنيا، فجأة يخذلك. فاكرة جدا صديقة البرنامج اللي اتصلت من يومين وصوتها كله قهر وحزن وحسرة على ابنها اللي بعد عن ربنا، والأصعب إنها اكتشفت إنه مدمن. الابتلاء في أقرب الناس ليك ابنك أو بنتك ده اختبار من أصعب الاختبارات اللي ممكن الشخص يتعرض له في حياته، ومن أصعب القرارات اللي الأب بيتعرض لها، زي ما شفنا خلعة قلب سيدنا نوح عليه السلام وهو بيدعو ابنه. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. يا بني، يا ابني، يا ضنايا. شوف النداء قبل ما يكون نبي. هو أب مبتلى. مهما حزننا من أولادنا ومهما دعينا إن إحنا يا رب اصلح لهم حالهم وإحنا غضبانين وزعلانين منهم، لكن ده برضو من وراء قلبنا. شوف قلب النبي وهو بيستسمح ربنا. قال تعالى: ونادى نوح ربه فقال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. يا ترى إزاي ربنا حسم الأمر وطبطب على قلب هذا الأب وعوضه في سفينة النجاة؟